لا لا، العب مقاومة، العب هوائي كارديو بعد المقاومة. لا لا، العب مقاومة بعدين العب كارديو. وش الافضل؟ طيب انا شتك، وش الافضل على حسب هدفك؟ اجابة قد تكون جزء منها صحيح، الهدف صحيح، لكن وش الافضل؟ العب كارديو قبل المقاومة قبل الحديد، ولا العب حديد بعدين العب كارديو هوائي؟ المعروف ان الكارديو بعد الحديد هو الافضل والاحسن، والسبب يقولون اذا عرف السبب بطل العجب. واو. ويقولون الحجة تقرع بالحجة. عندك علم؟ ترد علي بعلم. نعم، الكارديو الحديد يعتمد على الكلايكوجين، يعتمد على السكر المخزن في العضلات. أما الكارديو فهو يعتمد على الكلايكوجين مع الدهون. فأنت لما لعبت مقاومة وصرفت من الكلايكوجين وبدأت تنفذ المخازن، ثم حولت على الكارديو، فهو بيخلص على الكلايكوجين الباقي وبيعود على مصدر الدهون. فهنا يكون الخطة الرائعة المفبركة اللي أكثر الناس يسوونها، اللي يعرفونهم اللي يسوون هذه الخطة. ودائما أنا أقول للي معي، جرب الكارديو بعد المقاومة، والله إنه صعب. ألعب حصتين 45 دقيقة، حصتين جماعية هت، ما عندي مشكلة. بس أجي أركب على الدراجة 20 دقيقة، أنا يلا خلص 30 دقيقة خوي معي بعد المقاومة، ويلا همشي في بعض الساعات، يلا همشي ساعة بعد المقاومة، تكون صعبة شديدة جدا. هو هذا كذا باختصار. الجسم أول مصدر طاقة يستعمله ما يستعمل الدهون، يستعمل أول شيء الكلايكوجين، يستعمل الجليكوز، الكلايكوجين المخزن في العضلات اللي هو جليكوز وكلايكوجين، يستعمله بعدين يحول على الدهون. أول شيء يستخدم المصدر. ما تسمع دائما يقولون لك كارب قبل التمرين، مصدر طاقة سريع. إذن الخطة مقاومة تمرين الحديد، ثم بعده الكارديو. الحديد يعتمد على الجليكوز، والكارديو يعتمد على الجليكوز والدهون، لكن هو الجسم في أول نشاطه يستعمل الجليكوز.